حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة الرابعة من برنامجكم الرياضي مونديال الشرق الذي يأتيكم في موعده الجديد يوميا من يوم الأحد إن شاء الله ولغاية اليوم الخميس بمعدل 5 حلقات يوميا وبزمن نصف ساعة إن شاء الله، 11 بتوقيت العاصمة طرابلس ومنتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة. مشاهدينا الكرام، قبل البداية دعونا نرحب بالإعلامي الرياضي الجزائري عبر تقنية وخدمة سكايب خالد معزوزي. خالد مساء الخير. مساء النور صديقي العزيز أحمد، أسعد في كل مرة بتواجد معك في برنامج مونديال الشرق. شكرا لك خالد، ونحن دائما سعداء بحضورك معنا في هذه السانحة الرياضية. نبدأ على بركة الله حلقة اليوم مشاهدينا الكرام من المجموعة الخامسة، حيث حسم تعادل قمة مباراة المجموعة الخامسة لمونديال قطر 2022 بين الماكينات الألمانية وكتيبة إنريكي لاروخا الإسبانية، الذي يؤجل منح ورقتي الترشح إلى الجولة الأخيرة. التفاصيل مشاهدينا الكرام في سياق التقرير التالي. مباراة لا تتكرر كثيرا في مرحلة المجموعات بين بطلين سابقين للكأس إسبانيا وألمانيا، هذه المرة في إحدى ملاحم عمالقة أوروبا في بدايات المونديال. في الشوط الأول تراشق الفريقان العديد من الكرات، بدأته كتيبة إنريكي بصاروخية من داني أولمو أثبتت فيها العارضة أنها وفية للمانشافت. رد الألمان تكفل به سيرجي كنابري في أكثر من محاولة، لكن أوناي سيمون وضع قفلا منع الألمان من فك الشفرة. مفتاح الشباك الأسبانية ظن ريدريغو أنه عثر عليه في طريقه بعد رأسية قوية ألغاها الحكم بداعي التسلل. ولم تغب عن المباراة لمسات المواهب الشابة، فأبدع بيدري من جهة لاروخا بمراوغات يتذوق فيها سحر الكرة. وألمانيا التي جاءت ومعها جمال موسيالا الذي نال اسمه نصيبا من وجود الكرة بين قدميه. الشوط الثاني ساده الحذر من الفريقين خوفا من الانهيار، لكنه قياسا بحجم المباراة رفض أن يكون الصيام عن التهديف عنوانا له، فافتتح ألفارو موراتا العدادة بعد عرضية متقنة من جورجي ألبا عند الدقيقة 62. هانز فليك لم يرضى أن تتبخر آماله أمام عينيه، فأهدى له البديل نيكولاس قبلة الحياة بهدف قبل نهاية الوقت الأصلي ب7 دقائق، يعطي نقطة تنعش الحظوظ للدور الثاني. تعادل أربك الحسابات وأجل توقيت الإعلان عن المتأهلين حتى الجولة الأخيرة، وأثبت أيضاً أن الماكينات الألمانية لم تعد تعرف فك شفرة إسبانيا في السنوات الأخيرة. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام، وللحديث عن القمة الألمانية الإسبانية المتجددة حقيقة في الآونة الأخيرة نعود مجددا إلى ضيف حلقتنا لهذا اليوم الإعلامي الرياضي من الجزائر خالد معزوزي. خالد، نتحدث أولا ربما عن القمة. بالأمس إسبانيا كادت ربما تخطف النقاط الثلاث، ولكن هانزي فليك كان له رأي آخر، استطاع أن يحرز التعادل ويظفر بنقطة ثمينة قد تضعه ربما في الدور الثاني. فعلا أحمد، هي كانت بمثابة النقطة التي تبقي الألمان على قيد الحياة في هذا المونديال. شاهدنا مباراة قوية جدا، هي أقوى مباراة على الورق في هذا الدور الأول من المونديال القطري الممتع إلى حد الآن، بالكثير من المفاجآت، بالكثير من الإثارة، بالكثير من الندية. الأمر تكرس أحمد في هذه القمة الكبيرة بين منتخب إسباني أبهر في الجولة الأولى أمام منتخب كوستاريكا، سباعية كاملة، أداء جميل جدا، أزاح وأزال كل الانتقادات والشكوك التي صحبت أداء المنتخب الإسباني في هذا الموعد المونديالي، خاصة وأن تعبات أكيد أحمد أن قائمة لويس أوريكي لاقت الكثير من الانتقادات، ولكن أداء إسبانيا في أول مباراة خلص أزال كل الضغط وكل الضغوطات على تشكيلة لويس أوريكي وعليه هو كمدرب. يعني شفنا منتخب كان في مهمة التأكيد أمام المنتخب الألماني، يؤكد أنه كان متميزا أمام كوستاريكا ليس
لضعف مستوى المنتخب المنافس، وإنما لقدراته التي أبان عنها حتى في يورو 2020 الذي طبعا لعب في 2021 وأقصي في نصف النهائي أمام إيطاليا. شاهدنا منتخب إسباني مسيطر، كان الأقرب للفوز بنظر لمجريات المباراة، خلق فرص أكثر، استحوذ أكثر على الكرة رغم الضغط الألماني. منتخب ألماني في الجهة المقابلة أكيد كان تحت الضغط أكثر، لأنه الخسارة تعني الخروج من الدور الثاني للمرة الثانية تواليا في كأس العالم. هذا الأمر لا يحدث كثيرا أحمد بالنسبة لمنتخب عريق كألمانيا، ولكن أعتقد بأن تغييرات هانس فليك أنقذت المنتخب الألماني من خسارة محققة أكيد، في حين أن البدلاء على المنتخب الإسباني لم يقدموا الإضافة التي قدمها بدلاء المنتخب بالفعل الألماني، خاصة ساني الذي كانت عودته موفقة، خلق الكثير من الفرص، وأعتقد بأن النتيجة متكافئة يعني منطقية بالنظر لمجريات المباراة، ولو أن المنتخب الإسباني أبان عن قدرات كبيرة وكبيرة جدا في اختبار، يعني يمكن القول أنه أول اختبار حقيقي بالنسبة لهذا المنتخب الذي أرشحه شخصيا أحمد أن يكون في المربع الذهبي. طيب خالد، تحدثت عن التبديلات، ربما تبديلات إنريكي لم تحدث الفارق بينما تبديلات هانز فليك أحدثت ربما الفارق واستطاع من خلالها أن يختفى التعادل. هل يمكن أن نقول بأن هانز فليك يعني تفوق تكتيكيا على إنريكي وأوقف مفاتيح اللعب؟ نتحدث عن إيقاف جافي، بيدري وأسماء أخرى في المنتخب الإسباني. شوف أحمد، أنا أعتقد بأن دكة بدلاء منتخب الألماني تفوقت على دكة بدلاء المنتخب الإسباني، وأما أن نقول أن هانس فليك تفوق تكتيكيا على إنريكي أعتقد بأن الأمر ليس صحيحا بتاتا، لأن لويس إنريكي وضع منظومة حرمت المنتخب الألماني من الكرة في العديد من الفترات من المباراة، صنع فرص أكثر، قدم أداء أفضل. أعتقد بأن المنتخب الإسباني كمنظومة، كفريق، كلعبة جماعية، كأسماء قدم مباراة أحسن، ولهذا أعتقد بأن منظومة لويس إنريكي كانت أنجع وأمتع وأكثر إقناعا في هذه المباراة. أما ولكن الفرديات بتاع المنتخب الألماني التي نزلت في الشوط الثاني أبرزها طبعا الصانير عائد من الإصابة، ولكنه بدأ لنا وكأنه في تمام الجاهزية، يعني في قمة مستواه في الدقائق التي لعبها طبعا، لأنه لم يلعب كل المباراة، ولكنه كان جاهز ليضيف الكثير لهجوم المنتخب الألماني. ولكن من ناحية الأداء العام، من ناحية التكتيكية أحمد، أعتقد بأن لويس إنريكي قدم لنا نسخة ممتعة فعلا من المنتخب الإسباني، ذكرت بالمنتخب الذي توج بمونديال 2010، ولكن بأسماء على الورق أحمد أقل جودة، ولكن بالنظر لما تقدمه على أرضية الميدان منذ اليورو الأخير في تصاعد مستمر، رغم الانتقادات، رغم الشكوك، رغم كل ما يحيط هذا المنتخب، رغم كل شيء يعني، ولكن المنتخب الإسباني بأسماء ليست بالكبيرة، ولكن كمنظومة لا، كمنظومة وكأداء جماعي فعلا ممتع، وكان أفضل من المنتخب الألماني، ولكن الفرديات صنعت الفارق لي صالح المنتخب. بالفعل خالد، أسماء جديدة، أسماء شابة في لاروخا الإسباني، ربما تبحث عن إثبات الذات مع المنتخب الأول. على أي حال ابقى معنا خالد، نذهب سريعا مشاهدينا الكرام إلى أبرز الصحف الإسبانية، وربما نذهب إلى صحيفة ماركا الإسبانية حيث عنونت غلاف صحيفتها استسلام إسباني لهدف ألماني أجل التأهل. ربما صحيفة ماركا تعنون بعد هدف المنتخب الألماني بأن الترشح تأجل إلى الجولة الأخيرة عندما تلاعب إسبانيا منتخب الساموراي الياباني، ومطالبة إسبانيا حقيقة بالفوز لضمان تأهلها ولضمان أيضا حصولها على الترتيب الأول. بينما مشاهدينا الكرام أضافت الصحيفة هكذا تبدو المجموعة الخامسة في مونديال 2022، ونشاهد على الصورة مشاهدينا الكرام أمامنا هدف موراتا في مرمى نوير بعد دخوله بديلا، وإلى أيضا صحيفة أخرى مشاهدينا الكرام صحيفة الآس الإسبانية أيضا هي الأخرى عنونت غلافها وتحدثت عن تعادل ربما كان بالإمكان أن يكون فوزا أيضا لربما المنتخب الإسباني، وأيضا ربما الصحيفة يعني كتبت ربما بحثت من خلال هذا العنوان عن لوم نوعا ما على كتيبة إنريكي بأن الفوز كان بإمكانهم ولكنهم أضاعوه. على أي حال مشاهدينا الكرام نذهب الآن سريعا إلى مباراة أخرى ضمن هذه المجموعة حيث خلط المنتخب الكوستاريكي أوراق المجموعة الخامسة بعد فوزه على المنتخب الياباني بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة، وشهد اللقاء قلة وندرة في الفرص أثناء مجريات الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف،
وفي الشوط الثاني سجل المدافع الكوستاريكي كيشر فولر في الدقيقة 81 هدف الفوز الثمين لمنتخب بلاده ليحصد كوستاريكا نقاط المباراة. وبهذا الفوز ترتقي كوستاريكا للمركز الثالث وتبقى اليابان في المركز الثاني بفارق الأهداف عن كوستاريكا خلف المتصدر منتخب إسبانيا، بينما تتذيل ألمانيا المجموعة بنقطة يتيمة. ربما مشاهدينا الكرام فوز كوستاريكا خلط الأوراق في هذه المجموعة. كوستاريكا التي مشاهدينا خسرت بسبعة أهداف دون مقابل أمام المنتخب الإسباني تفوز على اليابان، اليابان التي فازت على ألمانيا بهدفين مقابل هدف. خالد نعود إليك سريعا وفي دقيقة ربما نتحدث عن يعني كوستاريكا والمفاجآت المتتالية في هذا المونديال، كيف تابعت ورأيت فوز كوستاريكا على منتخب اليابان؟ بالكثير من الدهشة أحمد بنظر لي نتائج الجولة الأولى، ولكن لما نشاهد يعني نسبيا على الورق منطقيا أكيد منتخب كوستاريكا يمكن أن يفوز على اليابان، ولكن بالنظر لما شاهدناه والخسارة ثقيلة وثقيلة جدا في أول خرجة والأداء المتميز من الجانب الآخر للمنتخب الياباني أمام المنتخب الألماني فوز مقنع يعني عن جدارة واستحقاق أمام أحد المرشحين في كل دورة المنتخب الألماني، شاهدنا منتخب ياباني متميز، ولكن هذه المباراة تعتبر من بين أكبر مفاجآت المونديال بالنظر يعني لنتائج الجولة الأولى، ولكن أعتقد بأن نعم خالد نعود إليك إن شاء الله بعد قليل. وأيضا مشاهدينا الكرام إلى خبر آخر في هذه المجموعة، حيث حقق المنتخب المغربي فوزا تاريخيا على نظيره البلجيكي بهدفين دون مقابل، عزز به آماله في التأهل للدور الثاني بكأس العالم 2022 في مباراة أقيمت أمس الأحد لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة. حسم منتخب أسود الأطلس المباراة لصالحه بهدفين سجلهما البديلان عبد الحميد صابري وزكريا بخلال ليحصد النقاط الثلاث وينعش آماله بشكل كبير في التأهل للدور الثاني في مونديال قطر للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 86-900 بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد بلجيكا عند 3 نقاط. وللحديث مشاهدينا الكرام عن الفوز العربي الثاني في مونديال قطر ينضم إلينا الآن عبر تقنية وخدمة السكايب من مدينة مراكش المغربية الدكتور والباحث في علوم الرياضة الحديثة والناقد والمحلل الرياضي ضياء الدين الطرشاوي. دكتور ضياء الدين مساء الخير، نرحب بك في مونديال الشرق عبر تلفزيون التناصح. مساء الخير أخي أحمد، وكذلك تحية خالصة للإخوان والزملاء المشرفين على هذا البرنامج الذي يغطي المونديال الاستثنائي مونديال قطر، وكذلك تحية للشعب الليبي الشقيق وكل متتبعين الشأن الرياضي. بارك الله فيك دكتور ضياء الدين. نتحدث ربما عن طبعا نبارك لكم يعني بالفوز على منتخب بلجيكا أولا، وأيضا يعني فوز مهم وفوز ربما سوف يجعلنا نتأمل أن نرى منتخب عربي في الدور التالي. أولا نتحدث عن فوز ربما المغرب بالأمس دكتور ضياء، فوز ربما مهم جدا، أنا لا أقول بأنه مفاجأة ولكنها كانت مفاجأة منتظرة حقيقة. فعلا أخي أحمد يعني مفاجأة كبيرة جدا، رغم أن كل المقومات وكذلك الأجواء التي عاشها المنتخب المغربي مؤخرا مع وليد الكراكي من ضغوطات ولائحة وتغيير المدرب، يعني كان نوع من الشك من الجماهير بأن الأداء سيكون في هذا المستوى ويلتقي في هذا المستوى، خاصة في 90 يوم التي تسلم فيها وليد الكراكي زمام أمور المنتخب أو الإدارة الفنية، يعني كانت مفاجأة مفرحة، كان الرهان على شباب يعني محترفين بالدوريات الأوروبية لديهم خبره ولديهم من التجربه الشيء الكثير مع اللاعبين الاوروبيين، وهذا معود على المنتخب المغربي، كان انتصار مستحق. كان هنالك ثوابت اكيد تؤكد بان الاطار الوطني دائما يكون
له دافع معنوي وله تحضير ذهني اكثر من المدرب الاجنبي. اثبت ذلك وليد الركلكي الذي عاهدناه في النوادي بانه يشتغل تحت الضغط ولديه سياسه خاصه متاثره باعرق المدارس التدريبيه في العالم وفي اوروبا خاصه، الذي صال وجل في اوروبا والذي يعلم العقليات اللاعبين المغاربه المحترفين في الضيا الاوروبيه، ذوب الفوارق، تحكم وتحكم في مستودع الملابس بطريقة جيدة، طريقة عائلية، بطريقة تشيد يعني بالعمل الجبار الذي قام برفقة الأطر التقنية. شفنا النتيجة بأن يعني تنقيه المحيط المنتخب يعني اعلاميا ومن الجمهور تشبثه وإيمانه بفلسفته، نقل هذه التجربة وهذا الحب الى اللاعبين ورؤيتهم الكلية كعائلة واحدة بأن المستحيل ممكن، وخاصة أن نسخة قطر ومونديال قطر شاهدنا فيه مفاجآت يعني كتبت بالتاريخ من ماء من ذهب، هذا شيء جميل جدا يشرف العرب، جميع العرب يعني متضامنون، وهذه نقطة تحسب إلى اتحاد مشجعين العرب ككلمة واحدة يعني كرسالة بأن ممكن ما تفرقه السياسة ممكن أن توحده الرياضة بهذه القوة بهذا الحب. يعني كانت الجمهور العلامة الكاملة بالمتابعة الإيمان، يعني من المقابلة الأولى أمام كرواتيا ظهرت بوادر الإيمان رغم أن هناك بعض النقاط وبعض الأمور التقنية التي لاحظها العديد من الإخوان بحكم ضعف الهجومي، ولكن أريد الركراكي واقعي يركز في ثلاث نقاط، يركز في الهدف بلوغ الدور الثاني، إذا الحيطة والحضر والتتبع كل ما هو تكتيكي. شاهدنا النقطة المباراة الثانية وكسب ثلاث نقاط على المنتخب الذي تصدر ترتيب منتخبات أوروبية، يعني بلجيكا التي لم تنهزم أمام منتخب إفريقي أو عربي على ما أظن. هذا الشيء يعني يحسب للتاريخ ويحسب للإطار الوطني مغربي شاب، ويحسب لكتيبة من الشباب التي تحدث وصارت وجلت وتحكمت في كل قيود ومقاليد المقابلة من ألف إلى الياء. شاهدنا انضباط تكتيكي عالي، شاهدنا كل ما هو بلوك زون يعني يعني متوسط، انضباط من حكيمي كذلك وزياش على الرواق الايمن، وكذلك بوفال ومزراوي رغم الاصابه وتحدي الاصابه بالمسكنات. شاهدنا دخول كذلك بونو الذي كان يعاني من دوار وحاول لم يغامر بنفسه من اجل المشاركه فقط، وطلب من وليد الركراكي ان يتم استبداله، وشاهدنا ان المحمدي كان في الموعد وتفضل العديد من الكرات مما اشل يعني طموح البلجيكي التي كانوا متخوفين. وكذلك لاحظنا التغييرات التي اجراها وليد الركراكي التي كانت مدروسه، وشاهدنا بان البديلين هما من حقق الفوز والهدفين، وهذا شيء يعني يحسب للمدرب كرؤيه كفلسفه كتكتيك كتقنيه لانه اقرب الى اللاعبين. نعم دكتور. شيء فرح المغاربه وفرح العرب جميعا. جميل. فقط نقطه اخي احمد، من نقاط قوة وليد الركراكي والتي اعتمد على خلال هذه المقابلة وهو السراح السري داخل الأطر المغربية التي تشهد لها بالكفاءة العالية في أوروبا وفي العالم، وهو قارئ الفيديوهات ومحلل تحليل الأداء بالفيديو وكذلك التنبؤات الحيوية للاعبين، وهو موسى الحبشي، وهو يعني صلة أو سر الذي أضاف الملح على الطعام. جميل. من خلال هذه الوصفة السحرية الذي كان يشتغل في المنتخب البلجيكي وكان على رأس قائمة يعني تقنيين المكلفين بتحليل الأداء والتنبؤات وكذلك التقارير على الخصوم، والذي الآن يشتغل مع المنتخب المغربي أنه يعرف كل أسرار وكذلك خبايا المنتخب البلجيكي الذي شاهدناه يعني مشلولا أمام هذه التحية الذهنية والأمر الذي جعل وليد الركراكي يتحكم بكل أطوال المقابلة. وشاهدنا سر بسيط جدا من خلال قبل دخول لوكاكو. طيب. يعني بديل في الشوط الثاني على أي حال لو تسمح لي دكتور ضياء، يعني ربما ما يميز ربما بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 هي الوجود الجماهيري الذي يساند ويؤازر ويشجع كل المنتخبات العربية. ربما لو تدرجنا بالحديث يعني قبل الختام يعني هذه المداخلة، المنتخب المغربي يعني أظهر بوادر ربما يعني منتخب قوي جدا أمام كرواتيا، بعض المحللين وصفوا أن المنتخب المغربي كان بإمكانه الفوز على كرواتيا، ولكن نقطة جيدة من كرواتيا جعلت المنتخب المغربي
يدخل المباراة الثانية بهمة وعزيمة الفوز، وهو حقيقة ما تحقق بربما تبديلات وذكاء يعني المدرب وليد الركراكي، وأيضا تبديلات كانت مميزة، كانت هي السر كما يقال عن طريق عبد الحميد صابيري وعن طريق أيضا أبو خلال الذي اللذان ربما سجلا هدفي الفوز للمنتخب المغربي. إن ربما أغلقنا ملف مباراة بلجيكا دكتور ضياء، نتحدث ربما قبل الختام عن المواجهة القادمة، هل بإمكان أسود الأطلس أن يتجاوزوا كندا وأن يتأهلوا إلى الدور المقبل إن شاء الله برأيك؟ نعم، أنا من خلال يعني ندوات صحفية لوليد الركراكي ولقادمة ما بعد مباراة بلجيكا يلاحظ بأن المجموعة كعائلة يعني لها تركيز كبير، وأنه يقول دائما بأنه لم يفعل شيء لحد الآن إلا بعد تجاوز مباراة كندا وتحقيق العلبة الكاملة بتصدر دور المجموعة لما لا، وكذلك بفارق الأهداف للاستبعاد على أي سيناريو محتمل، لأن المجموعة الثانية تشمل إسبانيا أو كوستاريكا أو اليابان، يعني شيء يعني نحاول قدر ما أننا لن نلاقي إسبانيا التي شهدنا بأنها على تركيز عالي وعلى فرضيات وعلى أفراد يعني ممكن تحقق لنا المفاجأة، وهذا ما نطمح له بأننا نمشي أبعد نقطة. تركيز كبير جدا والتحفظ كذلك في خطة الركراكي بالحفاظ على التوابيت الدائمة وكذلك وسط الميدان والحفاظ على الكرة والتحكم في وسط الميدان واللعب على المرتدات إلى حين يثبت العكس من خلال ردة فعل كندا التي أكيد الآن وليد الركراكي وكاتبته الأطر التقنية تقوم بدراسة مفصلة لكل كبيرة وصغيرة. منتخب كندا ليس فريق صغير وليس فريق يمكن أن يتجاوزه بسهولة، منتخب متطور جدا، كل حضر لأنه فريق جديد، فريق يتكون من عناصر شابة يعني عندهم مؤهلات بدنية وسرعة هائلة ممكن يفتقرون لبعض من النجاعة الهجومية أمام المرمى وبعض الأمور التقنية البسيطة، ولكن حذاري ثم حذاري من الثقة الزائدة التي سوف تكلفنا الشيء الكثير والدخول في سيناريوهات نحن بغنى عنها. لدينا كل مقومات للذهاب بعيدا وتشريف كل العرب كذلك، نتمنى ذلك بالتأكيد، نتمنى كل ذلك ودعواتنا لكم بالتوفيق دكتور ضياء الدين. يعني وصلنا معك ربما إلى ختام هذه المداخلة المعذرة عن ضيق الوقت، دعواتنا لكم إن شاء الله بالتوفيق أمام كندا، وجزيل الشكر لك دكتور ضياء الدين الطرشاوي الباحث في علوم الرياضة الحديثة والمحلل الرياضي، كنت معنا عبر سكايب من مراكش، شكرا لك. نعود إليك سريعا خالد بدقيقة ربما تعليقك على ربما فوز المنتخب المغربي على بلجيكا. فوز مستحق أحمد، أكيد يعني تحدثت لك في الحلقة السابقة عن ضرورة التخلي عن التحفظ الزائد دفاعيا، لأن المنتخب المغربي وفي مباراة كرواتيا قدم بوادر منتخب قوي متماسك متكامل عنده القدرة أنه يفوز، ولكن حدث له ما حدث للمنتخب التونسي في أول مباراة وحتى في ثاني مباراة. المنتخب المغربي كان أكثر جرأة، آمن أكثر بقدراته، يعني حتى مع إلغاء الهدف الأول واصل هاجم، حاول عن طريق الكرة الثابتة عن طريق بناء اللعب من الخلف، تنويع هجومي من الجانبين، وخالف فقط الزميل ضياء الذي أثنى وأسهب في الحديث عن المدرب وليد الركراكي، ولكن هذا نجاح أيضا هو نجاح للمدرب البوسني فايد أيلوزيتش الذي عمل مع هذا المنتخب طيلة أكثر من 3 سنوات، أهله إلى المونديال، وضع قاعدة لعب بالكثير من الواقعية الدفاعية، بالكثير من الخبرة أيضا التي اكتسبها هذا المدرب الخبير والذي شخصيا أحترمه وأقدره كثيرا، لأنه أهل 4 منتخبات إلى المونديال. أعتقد بأن هناك قاعدة في المنتخب المغربي، وليد الركراكي لما أتى إلى المنتخب أضاف لمسة يعني أكثر معنوية، يعني قربه من اللاعبين، يعني التحكم في تفاصيل عديدة بعض المستبعدين أيضا ربما خالد، لكن أكيد يحسب له أيضا هذا النجاح لأنه تمكن من تسيير مجموعة كما ينبغي وتخلى عن ذلك التحفظ الذي كان مبالغ فيه في مباراة كرواتيا. أعتقد بأن المغرب الآن بحول الله في طريق مفتوح نحو ان شاء الله، نتمنى هذا الشيء خالد، نتمنى نشوف منتخب عربي في دور 16، وليش لا نشوف ان ايضا المنتخب السعودي بامكانه ان يكون في دور التالي ان شاء الله. خليك معنا خالد، ونمشي مشاهدينا الكرام الى مباراه اخرى مشاهدينا الكرام، حيث قلب المنتخب الكرواتي تاخره بهدف مبكر الى فوز عريض 4 أهداف امس الاحد ضمن منافسات الجوله الثانيه لحساب المجموعه السادسه في كاس العالم في قطر 2022، ليودع المنتخب الكندي رسميا البطولة.
تقدم المنتخب الكندي أولا في الدقيقة الثانية عبر نجم ألفونسو ديفيز قبل أن يدرك المنتخب الكرواتي التعادل عن طريق أندري كراماريتش في الدقيقة 36، وأضاف ماركو ليفيا الهدف الثاني في الدقيقة 44، وعاد كراماريتش يسجل الهدف الثاني له والثالث لكرواتيا، بينما أضاف لوفرو ماير الهدف الرابع للكروات في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، فوز رفع به رفاق لوكا مودريتش رصيدهم إلى 4 نقاط في ريادة مجموعة بفارق الأهداف عن المغرب صاحبة المركز الثاني، بينما يأتي المنتخب الكندي في المركز الرابع والأخير بدون أي نقطة. مشاهدينا الكرام، للأسف وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، ولكن قبل الختام لابد أن نودع خالد معزوزي. خالد، ربما يعني لضيق الوقت كان لابد أن نتحدث عن فوز المنتخب البرازيلي اليوم على سويسرا بهدف دون مقابل، وأيضا عن فوز البرتغال قبل قليل على الأورغواي بهدفين دون مقابل، ولكن دائما هي كذلك يعني حصص رياضية بنصف ساعة تكون يعني تسرقنا دائما، وأنت ربما تقدم برنامج نصف ساعة وتعلم هذا الأمر. شكرا لك خالد. شكرا جزيلا أحمد على الاستضافة، بارك الله فيك. شكرا لك خالد معزوزي المعلق وأيضا الإعلام الرياضي، كان معنا عبر سكايب مشاهدينا الكرام من الجزائر. كما نشكر أيضا ضيفنا الدكتور ضياء الدين الطرشاوي، كان معنا عبر تقنية وخدمة سكايب من مراكش المغربية، المحلل والناقد الرياضي. وشكرا لك ضياء، والشكر موصول مشاهدينا الكرام لكل الزملاء خلف الكواليس، وشكرا لكم على المتابعة. إلى الملتقى، تصبحون على خير.